اليوم جاء الدور ديال قاعه الوحده اللي عندها واحد التاريخ بالنسبه للقنيطره وبالنسبه خاصه بالنسبه للفوتسال، لان هنا من طرق الفوتسال في المغرب. اليوم كان حرام علينا هاد القاعه هذه اللي عندها تاريخ ما نردوش ليها البال. خرجنا واحد الصفقه من اجل اعاده الاصلاح ديالها كامله، والحمد لله اليوم تم التدشين ديالها من بعد ما تم الاصلاح ديال جميع المرافق ديال هذه القاعه بشراكه مع الجميع الملكي المغربي لكره القدم الفوتسال اللي تكلفوا بالارضيه، الارضيه اللي تحترم المعايير الدوليه فيما يخص الفوتسال. والجماعه قامت كذلك ب اصلاح والصيانه ديال جميع المرافق، المستودعات ديال الملابس ديال اللاعبين ديال الحكام ديال الجمهور الرياضي. بالنسبه كانت بعض المشاكل تتعلق بالقطرات ديال المياه كذلك تمت المعالجه ديالها. كذلك المنصه الشرفيه قام كذلك باعاده الصيانه ديالها، وبعض المرافق اخرى كذلك فيما يخص رياضه الجيمباز والمصارعه كذلك تم الاصلاح ديالها، وبعض المكاتب والقاعه ديال 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 الصلاه. والحمد لله دابا اصبحت قاعه جاهزه لممارسه اللعبه بالنسبه للانديه اللي تتنشط في الفوتسال القنيطره. وحنا عندنا تقريبا واحد الخمسه ديال الانديه في القسم الوطني الاول والثاني، واللي ان شاء الله دابا غادي يتمكنهم باش غادي يمارسوا الرياضه ديالهم بكل اريحيه. دابا كان الدور على قاعات الوحده، من بعد ان شاء الله كذلك نوجدوا ان شاء الله الميزانيه ونمشيو القاعه ديال السكنيه، ولما لا تكون هناك قاعات اخرى في المستقبل القريب. هذه قاعه ديال الوحده، قاعات الوحده اللي رات النور سنه 1991 في عهد المجلس اللي كان كيتراسوا التجمعي محمد اصلاح. من ذلك الحين وهذه القاعة ظلت كتعرض للإهمال واللامبالاة لسنوات، إلى أن أغلقت أبوابها في السنوات الأخيرة قبل أن يفرج عنها مرة أخرى في هذه الحلة كما كتشوفوا متتبعي ومشاهدي بالبريس. قلت على أن هذه القاعة رأت النور سنة 1991، واليوم كتظهر واحد الحلة جديدة كما قلت بعد شهور وشهور من الإغلاق. الآن كما شفنا متتبعي بالبريس على أن القاعة أصبحت في حلة جديدة أرضية بمعايير دولية، وبهذه المناسبة غتعرف في حدود الرابعة عصرا خوض واحد المباراة اللي غتجمع بين الفريق الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة والمنتخب الإيطالي، وهو تدشين لهذه القاعة الحمد لله. والفريق ديالنا دابا ديال المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على الأقل غادي يبدا التريني هنا بدلا من الذهاب الى مدينه الرباط، غادي يبداو التدريب ديالو في هذه القاعه. مره اخرى اناشد الجمهور الرياضي واناشد الفرق الرياضيه باش تعتني بهذه القاعه وما تعرضهاش للتخريب على غرار ما كانت تعرض له في وقت سابق. شكرا. محمد جيهي المسؤول عن تدبير القاعه المغطاه الوحده. كيف ما تتبعتوا معنا صباح هذا اليوم من بعد الاصلاحات الشامله اللي دارت في القاعه المغطاه الوحده، تمت اعاده الافتتاح ديالها بحضور السيد رئيس جامعه القنيطره والسيد باشا مدينه القنيطره ونواب السيد الرئيس واعضاء المستشارون ومجموعه من الفاعلين الرياضيين ورجال الصحافه مشكورين. بطبيعه الحال القاعه كانت واحد الحاله يرثى لها، كانت ما كتشرفش مدينه القنيطره، علما على ان هذه القاعه هذه هي نقدروا نعتبروها ثاني منبع للكره ديال كره الفوتسال من بعد القاعه ديال من بعد قاعه لافيلوط اللي كانت في سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات، اللي هي ماشي قاعه، اللي كان ملعب ديال الفوتسال اللي منه خرج الفوتسال على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي والافريقي انطلق من مدينه القنيطره. بالمعنى كنعتبروا ان مدينه القنيطره هي عاصمه الفوتسال. من هذه القاعه هذه دابا في عمرها 23 سنه، قاعه اللي المنتخب المغربي مع السي هشام دقيق البدايه ديالو راه كانت هنايا. اغلب اللاعبين ديال المنتخب المغربي لا سابقا ولا حاليا ابناء مدينه القنيطره، الاطر التقنيه الاداريه كلهم نقدروا نحسبهم بانهم خريجي هاد قاعة الوحده. في هاد السنوات الاخيره بطبيعه الحال كان يعني يؤسف الواقع ديال هاد القاعه، دارت واحد الاصلاحات ولكن اصلاحات لم تكن في المستوى المطلوب. الان نصفق كقنيطريين وكرياضيين
على المجلس الحالي على هاد الاصلاحات اللي بانت على ارض الواقع. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.